دابا عمران ديالي كتقولي كان حشم ديك نهار تيحشمتي قدام ديك المحاميه ياه اه ودابا خص انا غير انا وماماك عاود لي شني كاين كامل ما تزيد حتى شي حاجه ما تزيد حتى شي حاجه قول غير شني شفتي وشني قاز عليك ما تكذبشي وما حتى شي حاجه ما تزيدها قول غير الحقيقه يلا عاود لي يا ولدي شني قاز عليك دابا غير انا وياك ما معنا حتى شي واحد يلا كان كيعطي لي التليفون ديالو كان وفملي كيشوفني ملي كيجي كيهبط لي السروال ديالي وموراها كيجبد هذيك ديالو عمره بالشعر كيحشيها هذيك ديالي وكيبقى يقطر عليا بوش سخوني كان كيقصحني ملي كنبغي نغوت كيسد لي على فمي وكان كيهددني نسقو ما نقول حتى شي حد ولا يتصل خنيصة واش كاين كينعس لك على الفراشه ولا في الارض ولا كان كينعس على اللوحه ديال الفراش ها كيفاش كان كيعمل لك اولدي كان تيكورني كيكورك ماشي كينعس كايد على كرشاك ولا لا السلام عليكم خوتي شنو غادي نقول لكم انا عاود لكم شنو واقع لي ان ولدي لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل ما طرف المعلم اللي كان في الدار تخاي كنت ديك الايامات كورونا ما كنتش الخدمه ومشيت قلت له اخي خليني في الدار ديالك نسكن مؤقتا نجبر الخدمه ونخرج نكري وجلست تما جاود مراته جابت الخدامه من الدار انا خرجت كنخدم على الوليدات هيدا كندبر هيدا كنخدم ميناج في الدريسيه يعني انا معروفه في الدريسيه كنخدم تما والناس كيعرفوني واحد الانسانه معقوله والناس زعما شنو غادي نقول لكم هاد المعلم ادي اداني واداني في ولدي ودمرني نفسي يعني ديالي وما عنديش يعني لقينا هاد الخدمه ولات ما بقاتش عندي واحد اكتئاب واحد ولادي وليت كنتبع لهم مع الطبيب المرض النفساني الله ياخذ فيه الحق مشيت كنخدم وبقي المعلم خايل دابا المعلم يعمل غير ستاراسيون ويعمل الباب جاب عام ونص في الدار شحال عند الطفل ديالك شحال عنده من سنه دابا عنده 10 سنين و 3 شهور يعني عامين هو كيستغلو عام 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 عام, عام كامل وما عمر ما انتبهتي له ما عمر لا واحد يعني ملي عاودوا لي هذا الشيء عاد يعني راجعت ديك الشيء العيل ما كانش كيجلس معوض قدامي كنقول له جلس اولدي كيقول لي اماما ما كنقدرش نجلس كنقول له اش عندك اولدي كيقول لي ما عندي والو كنقول له واش طحتي على شي لاجوره واش شي واحد ضربك واش كيقول لي لا اماما ما كانش العيل ما كانش كيعاود لي انا رغم ذلك يعني الحوايج ديالو من داخل ديالو الشورت ديالو هذيك كان فيهم واحد الريحه خانزه انا ما رديتش البال يعني انا ما عرفتش شنو واقع لي واستدعاني الاستاذ ديال ولدي قال لي الولد كيجلس ميل وكينعس في القسم واش فيه بواسر الاستاذ ديال ولدي الله يذكره بالخير قال لي واش هذا العيل فيه بواسر ما كيقراش القرايه قال لي ما كيقراش هذا العيل النفسيه ديالو مرضات وشحال المرات كنمشي كنجبرو ناعس في المدرسه قال لي العيل غير كتجيب العيل كتنزلو كنهضر معاه كيبقى كيشوف فيا والعيل كيجلس ميل واش فيه شي حاجه قبل كان كيقرا مزيان كان كيقرا مزيان اخي ودابا حاليا كان حافظ القران صلى على النبي وكان كيقرا وكان يعني في القسم كان واحد الطفل شنو غادي نقول لك في التحضيري وفي الثاني وفي الثالث عاود عامين عاود عامين يعني كان كيهددو كان كيهددو ملي يعني خرجت انا بحالي وديك المعلمين مشاو بحالهم بقى كيلعب مع اختو ضرباتو في المؤخره ديالو بدا ديك ساعات كنفاجر بدا كيبكي ما تادينيش تما ملي قتلو اختو اش عندك اخاي انا اختك حنايا كنلعبو قال له لا كان خفت عملي بحال اللي عمل لي المعلم العائل اصلا كان دائما معزول دائما ما كيهضرش ما كيهضر حتى مع شي واحد كيخاف من كل شيء بقى كنت كنقول له ولدي مشي جيبني غير كمير ما كانش كيبغي يخرج واحد سؤال فاش كان ما كيجلسش مزيان وما كينعس ما عمرك ما حاولتي تسوليه مناش علاش ما كيقدرش يجلس علاش ما كيقدرش علاش كيبقى ناعس علاش كينعس في القسم علاش ما بقاش كيقراه كيقول لي لا والو ماما ما فيها والو ما شكيتي ديك الساعه ما شكيت حتى حاجه
بعض الناس قالوا لي علاش ما ديتيش العايل للطبيب في المدرسه الاساتذه دي العايل للطبيب، قلت له ما فيه حتى حاجه زعما شنو يكون فيه، انا صافي كنقول الولد ما يوقع له حتى حاجه يعني ما نويتي انا الولد يعني السيد اللي كان تما، واحد السيد كان كيصلي، واحد السيد كان كيمشي الصلاه في الوقت، كيقول يا اختي اعطيني الشجاده ملي كنكون ماجي كيدن العصره، اختي عندك الشجاده اعطيها لنا نصليو عليها. شحال السن ديالو كان هذا السيد اللي قام بالاغتصاب ديال 27 عام؟ 27 سنه. 27 عام خايل دابا يعني ما تشكيش فيه في لا 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 ما تشكيت ما كنت كنت خايله نهار اللي قالوها لي كنقول ولدي كنقول ولدي لا ولدي تبت عندك يكون هادوك الدراري اللي كانوا معاه كيقول قالت لي اختي حيت اختي بنتي قالت نختي فهمتي ملي عرفت ضربت يده وصلت لواحد الحاله. انا مشيت عند العائله قلت لاش عندك معصبه، ما بغاوش يقولوا لي ديك الساعه ملي جيت انا من الخدمه جبرتهم معصبين بجوج بيهم. هضرت مع البنيته قلت لاش عندك معصبه، قالت لي ما تهضرش معايا، قلت لاش عندك معصبه قول لي، ودخلت في الشارجم هرست الدجاج الشارجم وقطعت يده وديت انا للطبيب خيط لها يده وجبتها جينا مع ثلاثة دليل. قلت له دابا نعس غدا عاود لي شنو وقع، انا ظنيت هي اللي وقع لها شي حاجه يعني ما نويتيش ان يغتصب لك الطفل غادي يغتصب البنت، ساعه طرا العكس. صافي انا صافي ديك ساعاتك انا مشيت ملي مشيت انا نعست صافي ديك ساعاتك على غدا ديالها جاتنا عندي اختي بقات مع البنت قالت لاش عندك يا بنتي اش عندك معصبه عاود لي شني طرا انا بحال ماماك عاودني شني واقع. قالت لها ما قالت لها خالتي في وحده سقسيوني انا سقسي وخاي شني طرالو ايوا صافي ديك ساعاتك جاتنا عندي اختي قالت لي شي واحد ضحك لك على الولد. بديت انا كنضحك قلت لها شكون اللي غيضحكني على الولد زعما ما فهمتكش لا ما طاحتليش انا في البال ديالي. صافي بقيت انا قلت له الولد ما كيخرج من الزنقه ما كنمشي عند العائله ما كيجيو عندي العائله كيفاش شي واحد يضحك لي على لا. قالت لي معلمين اللي كانوا في الدار دخاي. بقيت انا كنشوف قلت له ما يمكنش هاد، تصدمت بهاد الهضره هادي. ما حاولتيش تهضري مع هذاك السيد قبل ما تلتجئي للسلطات؟ ما هضرتيش معاه زعما على لا 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 ما هضرتش معاه انا مره لا ما هضرتش معاه. صافي ديك ساعتك انا ملي قلت لي اختي مشيت عند العائله قالت لي ماما خي كان كيتعدى لي مده سنه ماشي يعني يومين ولا ثلاث ايام ولا شهر ولا يعني فوق ما كيجي كان كيعيط للعائل كيعطي له تليفون كيمشي كيهبط له السروال قال كيشدني يا ماما على دقمي. قال في ديك الاول ملي كان يلاه كان كيجي عندي ما كانش كيشد لي على دقمي ما كانش كيشد لي على عيني كان كيشد لي غير على دقمي. قال لي ديك الساعات ملي بقيت انا كنبقى نشوف فيه قالوا بدا كيشدني حتى على عيني كيعمل لي الدر على عيني وكيشد لي على دقمي وكيمارس عليا الدبور ديالي. والطفل ديالك ديتيه لعند اخصائيين؟ ديتو. شحال في العمر ديالو؟ 8 سنين ملي تعدى عليه كان عنده 8 سنين. قال له الا بقي قلتي شي حاجه لشي واحد اولا ماماك اولا شي واحد غادي نصرخك عصا وغادي نقتلك. ملي كان كيتعدى عليه يعني واش العايل ما كانش يعني كيمشي ردات فعل ثاني غوت ولا شي حاجه؟ كان قال لي ماما كنت كنغوت كان كيشد لي على دقمي. وكان كيكون بوحدو الطفل ديالك في الدار ولا مع الاخت ديالك؟ لا كان مع الاخت ديالي. ومع مر اختو ما سمعت الغوات ديالو؟ لا واحد الخطره قالت لي ماما سمعت كيغوت عمران طلعت عنده هوت في الدروج كيجري وجا ديك المعلم موراه قال وقلت له واش عندك اخي قال لي لا والو يعني هددو. هددو كان كيخاف منو. التجأتي للسلطات؟ مشيت ديك ساعاتك ملي قالوها لي ديك ساعاتك انا مشيت للدائرة 8 قلت له واحد السيد جبرت واحد بوليسي في الباب هوت قلت له خاي خصني نديك راري بواحد السيده شنيا قال لي شوف مشي للطبيب عاد اجي عندنا. واش كتاخدي ديك الشهاده ديال ان راه الابن تعرض للاغتصاب؟ ومشيت ديك ساعات كنا طلعت للطبيب محمد الخامس بقينا تما واقفين جات بدلوا الطورنو ديال الليل جاوا طبيه اخرين
صافي دخلت انا عند واحد الطبيبه تما، عاودت لها قلت لها شني شني ما عرفتش، حيت انا ما عارفاش في غادي نمشي دابا. قالت لي نورمالمون خصهم يجيو معاك البوليس، يجيو معاك البوليس باش. قلت له حيت انا عيطت لديك البوليسي خلاني النمره التليفون، قال لي ملي غتوصل تما عيط لي. عيط قلت له اخايا شني قالوا لي، شني قالوا لي؟ قال لي صافي قول لها حنايا بحال حنايا تما. صافي ديك ساعات كديك الطبيبه ما بغات تقرب عند ولدي صراحه، مشات عند ديك البوليس اللي تما في محمد الخامس، كيكونوا تما البوليس، مشات عيطت لهم، دخلوا معاه، دخلوا معاه جوج البوليس. انا بقيت على برا، قالوا لي انتي بقى تما، دخلوا معاه بقاو شي 20 دقيقه معاه تما داخل، خرجوا عطوني الورقه، قالوا لي رجع دابا دائره 8 ديك راه ريبات السيد باقرب وقت، حيت واقيلا هضروا مع ولدي. قالوا لي يا ماما هضروا معايا، بقاو كيهضروا معايا. قلت له هذيك الخدمه ديالو ما ولد، انا ما نكذبش عليك، ما بقيت بغيت نسمع ديك الشيء، كيجي يعاود لي ديك الشيء. صافي كنقول لهم صافي خلي ديك الشيء عند البوليس، عاود ديك الشيء للبوليس. صافي مرات صافي ديك ساعات رجعت عند البوليس، قالوا لي صافي مشي حتى الغدا ورجع باش نعملوا المحضر ديالنا. انا غدا ديالو في الصباح مشيت في 6 الصباح، بقيت جالسه صافي ما دانيش نعس. كيفاش انت يديك نعس ولدك راه مغتصب؟ بقيت تما كنستنى جاو باغ كيهضروا مع الولد شني كيفاش عمل لك شني عمل لي. كان كينعسني، كان كيكورني يعني كيقوسو، ماشي يعني على هيدا على كرشو، وكان كيبول عليا البول ديالو سخونين، وكيجبد هذيك ديالو عامره بالشعر، وكيشدني. في الاول ما كانش كيشدني على عيني، كان كيشدني غير على فمي، كنجي نغوت ما كنقدرش نغوت، كانت تخنق. يعني مؤخرا كان كيشدني حتى على عيني، كان كيعمل لي سبنيه، كان كيعمل لي سبنيه على عيني. ايوا صافي ديك ساعاتك كان ملي كيسالي كيبول عليا. حاولتي تسدي الطفل ديالك للاخصائيين النفسيين؟ او كل شيء عندي الاوراق ديال هادو ديال الشواهد ديال الطبيب المرض النفساني، هو واخته بجوج بيهم. حتى انا كنت دابا وليت كنتبع مع الطبيب المرض النفساني السباد ولدي. بشهر 8 لقيتو شي تحسن ولا باقي الولد مريض؟ لا انا ما غتحسنش اختي، تنسمع لا الطفل ديالك واش بدا كيتحسن شي شويه ولا مازال؟ ولا شويش ولكن ملي كيمشي للمحكمه شنو غادي نقول لكم؟ بحال كيعاود يرجع عليه داكشي، كيرجع يعاود داكشي. الحكم الاخر يعني ملي حكموا على المجرم بخمس سنين جا مرعوب على حساب ديك المحامي اللي عنده عند المجرم، الله ياخذ فيها الحق. كنقول له عاودنا القصه ديال المحكمه نقول كيفاش داز الحكم وكيفاش داز داكشي، وانتم يعني واش جبتوا شي محامي ولا كان كانوا المحامي ديال الجمعيه ولكن ما هضروش نهار الجلسه. صافي قولي هذا الشيء، قولي جمعيه ديال الحقوق الطفل الحقوق الطفل المرصد الوطني والجمعيه امنه كانت تما حتى هي، ولكن ما هضروش، كان خلاو نهضر عمران وهضر المحامي ديال المحكمه غير يسمعوا، كانوا كيسمعوا ما هضروش. شكون اللي كان كيهضر؟ المحامي ديال المجرم والمجرم هما اللي كانوا كيهضروا في ديك اللحظه. وملي ولدي هضر قال له القاضي، قال له كان كيشدني على دقمي. القصه اللي عاودت لك، وكان كيبول عليا المحامي نض، قال لا يعقل الطفل يهضر هيدا واحد راه كيعاود داكشي اللي طرالو. والعائل خرج خاف ديك صافي خرج على غدا ديالو، ما بغاش يمشي ليه المدرسه. قال لي علاش غادي نمشي نقرا اماما وانا نكبر باش نولي المحامي ندافع على بيدوفي باش يخرج يغتصب العواون. جاب سيمانه ما بغاش يمشي يقرا. تهضروا مع الاساتذه قالوا له هادشي يعني ازمه يعني الماضي وخصك تنساه. عارفين يعني في الاول ما كانوش عارفين. شي نسبه للجمعيات كانت شي مداخله من عندهم ولا لا؟ يعني عملت لهم غير هاد الشكايات، كانوا صردوني شكايات صافي. انا اللي كنت كتبت هاد الشكايات، صردت لهم الجمعيات عملوني شكايات يعني باش هضروا هيدا على حساب هذيك ما هضروش.
بالنسبة قبل ما نبدأ التصوير كنت قلتي لنا أن الطفلة ديالك كتبت واحد الرسالة للجمعية. ممكن تقولي لنا شنو كتبت بالضبط في الرسالة؟ شنو المتطلبات اللي كتبت في الرسالة؟ كتطلب زعما بالحق دخاها المجرم يعني ياخد العقوبة ديالو. يقراها لغيرها ما كان عارفش نقرأ بس بس الجمعية ديال ما تقاش ولقات شي جواب ديال الرساله ولا لا؟ جاوبوني صراحه الجمعيه ديال ناطقيش وليني. جاوبوني غير قبيلاتي، انا قلت لك جاوبوني قبيلاتي. كيفاش داز الحكم؟ الحكم داز بحال اللي عاد ضربتيني بشي بالضا وضربتيني، يعني هذا الحكم ما قبلتوش ابدا. شحال الحكم؟ بخمس سنين وباقي في استئناف. عملوا يعني في غير كافيه خمس سنين. غير كافيه، راه عام الاغتصاب، وخيلتينا عام الاغتصاب. لو كان القاضي ولدو وقع له هذا الشيء واش يقبل؟ وسط دارك، وفي الوسط دارك واحد عملتي فيه الثقه، واحد الانسان كيصلي، واحد الانسان وعام الاغتصاب. لو كان دابا انا نوجه واحد هذيك، لو كان انت القاضي يوقع هذا الشيء لولدك، واش تعطي له خمس سنين؟ ما تعطيلوش خمس سنين، راه انا حيت ولدو. حيت ولدو، واش ولدتي مسؤول يعطي له خمس سنين؟ واش ولدتي واحد مدبر يعطي له خمس سنين؟ طبعا ما يعطي له مش خمس سنين. دابا فين وصلت القضية؟ وصلت القضية اخي في الحكم معملو، يعني السيد ما عندوش الاسبقية، يعني كنتمنى تخفوا له الحكم. يعني باقي في استئناف؟ باقي في استئناف، عندنا سبعة في شهر ثلاثة. دابا من هذا المنبر هذا شنو المطالب ديالك؟ المطالب ديالك كتبغي توجهي للسلطات؟ كنوجه للسلطات يشوفوا المحسنين والسلطات يشوفوا بعين الرحمه في ولدي وبالاطفال اللي كيتغتصبوا كل نهار. راه ولادنا يعني الا بقينا الا بقى هذا الشيء ماشيين بهذا الشيء، راه ولادنا مشاو، ما بقى ما يتجمع في ولادنا، وراه صورة الطفولة راه غتشوى بهذا الشيء اللي ماشيين به. وكنتمنى ياخذوني حقي دولدي، ورغم ذلك كنقول في واحد الفترة ما تبغيها حتى شي واحد، يعني اكتئاب، وكنتبعوا مع طبيب المرض النفساني، وانا سمحت كنت سامحه في الخدمة حتى مؤخرا صافي دخلت معايا لعط معاد خرجت نخدم. يعني شنو غادي نقول لكم؟ كنطلب من المسؤولين، كنطلب من القضاء، كنطلب من سيدنا الله ينصره والله يخلي له صحيحته، كنطلب يشوف راه هادو مولادو. الاطفال هما المستقبل ديال المجتمع، حيث الاطفال الى مشاو بهاد الطريقه، اغتصاب والقتيله والتنمر والحقره. الدرويش راه حقره، نجيو الصراحة الدرويش راه خصهم يعملونا تحت الصباط. وكنتمنى يعني يشوفوا بعين الرحمة في الأطفال الصغارين، راه ولادي عامد الاغتصاب، تظلمت واش خمس سنين؟ تبردني أنا قلبي، واش خمس سنين هاد الطفل ملي غيكبر كيفاش غادي يكبر؟ شنو الرسالة اللي كتبغي توجهها للأمهات والآباء؟ كنوجه رسالة للأمهات، ما يتيقوش في الغرابة تا ولديها، وكتب واحد الرسالة سردا عندك الحقوق الطفل. قال لهم ما تيقوش في الغرابة، وأي حاجة وقعت لكم خصكم تخبروا الوالدين ديالكم، حيت أنا كنت خوفان كان كيهددني كيقول لي غادي نقتلك. وكتبروا من الرسالة، هي عندي هنايا، والعائلة كتبت الرسالة بوحديتها. وكنتمنى الامهات ما يتيقوش، ما بقات الثقه في الاخ ولا في العم ولا في النجار ولا في المعلم ولا في حتى شي واحد. يعني ولينا عايشين في الدياب، ولينا عايشين في هذا الوقت هذا، ولينا عايشين مع الدياب. حتى واحد ما يشوف فيك بعين الرحمه، كيشوفوا فيك غير فويق غير المصلحه، غير فويق يشوفوا شي باب باش يدوزوا صافي. هاد السيد هاد كان كيسقسي بنتي على حسب فين هو باك. انا كنت هضرت معاه يعني من النهار اللي دخلنا الدار، قلت له خاي شوف راه انا باهم راهو مسافر، انا ما كنبغيش نعاود الحقيقه ديالي بسبب هايده باش ما نطيحش في استغلال. ورغم ذلك بدا كيسقسي بنتي،
كتقولي اه ماما كيسقسيني شي الاسئله تغرابين فين هو باك وعلاش ما معاكمشي وعلاش هادي وعلاش هو كان كيبغي غير يبحث فين هو با باش حيت كون كان الاب ما غاديش يقدر ما كنظنش انه يقدر يزعم بديك الطريقه على الطفل. خايل غير عيطوا له بوليس عيطوا له بوليس نهار اللي عيطوا له انا مشيت كان عندي النمره ديالو في التليفون مخصر ومشيت عدلته وعطيت لهم النمره ديالو ديالو المجرم عطيته للبوليس عيطوا له عيطوا له قالوا له خصك عندك شي سرقه في طنجه ما بغاوش يقولوا له بلي اغتصاب عندك سرقه في طنجه خدمتي هنايا في واحد الدار خصك ضروري تحضر يلا يقطعوا مع البوليس يعيط لي ليلي اختي قالوا لي عندي تما سرقه قلت له قالوا لي البوليس ما تقول والو قول له انا ما فراسي والو قلت له انا ما فراسي حتى شي حاجه الا كان عندك سرقه خصك تجي تحضر مع البوليس ما انا ما فراسي والو ما في خباري والو بقات 3 ايام ما بغاش يجي عاود عيطوا له البوليس قالوا له خصك تجي ضروري تحضر اجي تدافع على راسك حيت عندك هنايا السرقه مول الدار كتقول سرقتي له شي حاجه علاش انا يعيط لي ليلي حيت عارف في يعني راه عارف المشكل اللي داير ايوا عاود عيط لي قال لي عاود عيطوا له قلت له انا ما فراسي شي وقال لي عندك خاك ما قال لك والو قلت له انا ما قال لي حتى شي حاجه وخي كنتي انا خدمتي في الديور يا اخي ماشي خدمتي غير عند خاي وصافي شوف تاكد يكون شي خدام دالك شي حاجه ماشي داره ولا هذيك خصك تحضر مع البوليس بقات 3 ايام عاود قال انا ما غادي نطلعش انا عندي الخدمه ديالي 3 ايام عاود عيطوا له قالوا له الا ما جيتيش غنطلعوا موراك انت طوان غنطلعوا موراك انت طوان ولا نعملوا عليك روشي من طوان طواني اليهودي الله ياخذ فيها الحق اخي دمرني كنتمنى الله سبحانه وتعالى هادشي اللي عمل لي وهاد الثقه اللي كنت عامله فيه وكنت كنوصي على ولادي وهادشي اللي جازاني بولدي الله تعالى غادي ياخذ فيها الحق. بغيت نسقسيك بالنسبه يعني واش كانوا شي وصلوك مثلا شي مساعدات ولا شي حاجه عند الناس؟ لا لا تواحد. وبالنسبه للتهديدات وصلوا تهديدات تهديدات من طرف من من طرف العائله ديال مجرم شنو كانت كنا باقي عند القاضي التحقيق كنا عند عند القاضي التحقيق قالوا لي ما عنده ما يعملوا لك انتي عارف المغرب ديالنا ما عنده ما يعملوا لك غادي يخرج غيمشي لك عند العائله وليت انا دابا كنت العائله كتمشي على رجله وكتجي على رجله وليت كنخلص لا ترونسبورت 20 الفرنك ديال الترونسبورت باش ما ياديها لي حتى شي واحد ولينا دابا خي ولينا عايشين في الخوف ماشيين في الخوف ولادنا كيقراو بالخوف كيدخلوا الدار ديالهم بالخوف حسبي الله ونعم الوكيل وكنطلب ان سيدنا يشوف بعين الرحمه في الاولاد الصغارين راهما المستقبل ديال المجتمع الا والاولاد الصغارين مشاو هاد الشيء اللي ماشيين به دابا ما بقى ما كيبشرش بالخير راه انا مرات يعني شنو غادي نقول لك هاد الشيء دمرونا وكل نهار اغتصاب وكل نهار القتيله لو كان دابا ولدي قتلو عادي نوض يتحركوا راه تحركوا دابا باقي كاين ما يتحرك راه الا بقاو بهاد الشيء اللي ماشيين به غدا عاود نسمعوا شي حاجه اخرى بعد ويكون نهار انا كنشوف دابا وليت يعني كنتبع صافي انا مرضت انا مرضت يعني هادشي اللي كنشوفه يعني كاين بنادم كيخرجوه باري بشحال من واحد يخرجوه باري ها هو جاب اغتصب البنت كيدافعوا على هادشي كيقولوا صافي مشي اعمل اللي عجبك يعني بيدوفيك كيقولوا له مشي اعمل اللي عجبك يعني اغتصب